خطوة أخرى خارج السياق، أو على الأقل خارج السياق المعلن. السعودية والحوثيون في طريقهما لإنجاز صفقة تحقق أهداف كل منهما بعد حرب طويلة لم ينتصر فيها أحد. يتوقف الحوثيون عن مناوئتهم للسعودية وعن كونهم أداة إيرانية في خاصرة المملكة مقابل إيقاف الحرب وإبقاء الحوثيين جماعة فاعلة في المشهد السياسي اليمني. هذا السيناريو هو المتوقع حدوثه على ضوء تسارع الأحداث على ضفتي الحدود بين الجانبين. الخطوة الأخيرة التي تمثلت بتبادل ما يقارب 9 أسرى من الجنود السعوديين مقابل أكثر من 100 من الحوثيين كانت أكثر من مجرد تبادل للأسرى. وبتعبير المتحدث باسم ميليشيا الحوثي، فإن العملية عززت بوادر التفاهم بين جماعته والسعودية على طريق يؤكد الكثير من المراقبين أنه سيقود إلى تسوية بدأت ملامحها تتضح أكثر فأكثر. ميليشيا الحوثي التي تحتجز ما يقارب 10,000 من اليمنيين بدون تهمة سوى أنهم من مؤيدي ما تسميه الجماعة عدوانا سعوديا، قامت أخيرا بإطلاق سراح جنود ذلك العدوان، فيما يبقى الآلاف من اليمنيين ينتظرون في سجونها متمنين أن يكونوا جنودا حقيقيين لذلك العدوان كي يتم إطلاق سراحهم. ولا تزال الجماعة تعطي دروسا يومية لخصومها في كيفية الدفاع عن الكرامة واستعادة الوطنية، ولكن بطريقتها الخاصة التي لا يفهمها أحد سواها. وبعيدا عن حقيقة أن مدفعية الشرعية أصبحت على مشارف العاصمة صنعاء، فإن مسارا آخر للصفقات قد فتح أخيرا وفازت به الميليشيا التي تسببت بكل هذا الخراب، فيما تبقى السلطة الشرعية غائبة عن المشهد تماماً.